لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة، فليستمر الهجوم. شعار ردده الشهيد القائد أبو جهاد خليل الوزير، وبقي نابضا في قلوب الفلسطينيين. وفي ذكرى استشهاده 35، لا يزال صوت الانتفاضة والثورة عاليا، بل مدويا في كثير من الأحيان. للسيطرة على الدول. في 16 من نيسان عام 88 من القرن الماضي، اغتالت إسرائيل مهندس الانتفاضة الأولى في منزله ب70 رصاصة، لكنها حتى اليوم لم تستطع اغتيال ذكراه والطريق الذي خطه بدمائه. فأبو جهاد الذي عرف بين رفاقه بأنه أول الرصاص وأول الحجارة، عبد طريق الرصاص والحجارة التي يواصل الفلسطينيون السير عليها حتى تحرير أرضهم. أبو جهاد رفيق درب ياسر عرفات وأحد مؤسسي حركة فتح وجناحها العسكري، شغل مناصب عدة في الحركة، أهمها قيادة القطاع الغربي الذي تحمل مسؤوليات عمليات المقاومة، ومنها تفجير فندق السافوي في تل أبيب عام 75، وعملية دلال المغرب عام 78، وأسر 8 جنود إسرائيليين في لبنان، ومبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين. كما حملته إسرائيل مسؤولية تفجير ديمونة وعشرات العمليات العسكرية، منها اغتيال مسؤول المتفجرات لدى الاحتلال وتفجير خط الأنابيب في عيلبون وغيرها. واقف معاهم بس. لكن الأهم هو علاقته القريبة بالفلسطينيين في كل الأراضي المحتلة، على الرغم من بعده الجغرافي عنهم وتنسيقه سبل النضال معهم خلال انتفاضة الحجارة عام 87. إسرائيل اعتقدت أنها باغتيال أبو جهاد وسعد صايل وناجي العلي ووديع حداد وياسر عرفات وأحمد ياسين وغيرهم من قادة المقاومة ستغتال المقاومة في نفوس الفلسطينيين، لكن بعد 35 عاما على اغتيال مهندس الانتفاضة لا تزال الأرض تشتعل. اليوم صوت المقاومة قادر على بث الخوف في نفوس الإسرائيليين، واغتيالات من دون رد تخطاها الزمن، ما يعني أن زمنا جديدا وردا أقوى من المقاومة سيكون حاضرا ضمن معادلة جديدة أرستها للردع. نسرين سلمي، رام الله، الميادين.